عليكم. اليوم حنا اليوم الاخير في الفلوج اللي تشوفون حنا الحين في رحله يونيفرسال ستوديوز، وما قصروا صراحه من السعوديه اعزمونا هنا. كل عمليه جابوهم الرهيبين اللي مثلنا واعطونا في اي بي، يعني دلع بوريكم كل شيء رهيب. طبعا هذا الفيديو قاعد اسولكم عن طريق جوال اكسبيريا اكزت بريميوم. خليكم معنا. عمران سلم على الناس. مرحبا. لا مو مبسوط انت بشيء؟ خلاص يلا خليكم معنا. يونيفرسال ستوديوز انه يعني ملاهي بس اللي تصورت فيه الافلام او حاجه زي كذا. فاحنا في مكان يمثل هاري بوتر، احنا في هاري بوتر وورلد، مش عارف ايش اسمه، هم في هاري بوتر. فهذه المدينه حقت هاري بوتر اللي هو اصلا كان موجود فيها بالفيلم. وهذا القطار حقه اللي في مكان سري تدخل فيه. طيب تونا خلصنا من قطار الموت حق هاري بوتر، كانت مرة حلوة. يركبونك زي الكرسي يتحرك كذا، بس قدامك شاشة وتحس هي 3D 4D، تحس انك داخل الجو، يخوف بأسلوب رهيب صراحة. مرة كانت ممتعة، بس للأسف الشديد فهد ما قدر يخش لأنه كانت زحمة الطائرة وحاجة زي كذا، بس ما دخلوا. بس الحين بنسأل بعض الشباب ونقول لهم كيف تجربتكم كانت مع القطار الموت. لا ركبت قطار الموت حق هاري بوتر؟ أيوه. كيف كانت؟ والله سامع صياحك بس بس انت ما كنت جالس جنبي. اسامعك مو القطار اللي بعدي. بس كيف 3D مدري 4D، كيف الاحساس، كيف الجو؟ اقسم بالله بس طفى علينا في نص الخط. انا حتى طفى علينا في نص الخط. احنا طفت علينا واحنا طيحة كنا. هيا خذ لك ايش سوي يا وقتها؟ ما ادري بس مشينا بسرعه. بس ودك تركبها مره ثانيه؟ لا لا مو مره ثانيه، عاد نفسها. حلوه صراحه هي كتجربه اولى. بس اللي بنروح رور كوستر يا اخي. اوكي. ليش شيء؟ ما انا خاف انا ما لا ما عليك. هاي جامنا ان شاء الله. اوكي. اجي جنبي ما عليك. طيب محمد وين احنا ذحين؟ في السمسن، عالم السمسن. حلو. نركب الحين اللعبه حقتي ان شاء الله. كيف اللعبه حقتي؟ انت ما تعرف شيء عن اللعبه صح؟ انا ما اعرف ولا شيء. اول مره. اول شيء يا رب يدخلوني. اوكي. انا كريش دي. اوكي. ان شاء الله يا رب. متحمس له صراحه. ها ايش في طيب شيء؟ انا كاول مره وفهد اول مره. بتكون رهيبه، هذا اللي اقول لك اياه. يعني لا تتوقع شيء، بس كل شيء رهيب في السمسن بتشوفه فيها. بالله. وايد محمد حبب دخلك قبل كذا. اهلا وسهلا. يا مرحبتين. ايش السؤال؟ السؤال انك دخلت قبل كذا. متى التعريب الاكس بوكس؟ اكس بوكس اكس بوكس متى 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 محمد 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 متى؟ قريبا. قريبا ان شاء الله. اوكي ليتس جو. تونا مخلصين من ال الرايد. الرايد كانت مره. ايش افضل لقطه؟ طبعا انا عجبتني حق ماجي. البيبي الصغير تاخذه كذا كنزين مصف مصر كذا بعدين تبلك ويطلع عليك يرشون عليك مويه. لعبه خرافيه مره جيده. حسيت اني راكب بس مو راكب كذا يرشون عليك مويه اذا دخلت في المويه وشي زي كذا. كانت مره 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 حلوه. واو صورتني لي. خلصنا من الووكينج ديد. معليش ما قدرنا نصور لكم من الداخل، ولكن كان شيء جدا جميل. قالوا ممنوع التصوير الفيديو ولا فلاش ولا اي حاجه من هذه الاشياء. الزومبي نقطون من اماكن غريبه يخشون عليك يفجعونك كيف اشعاعات رهيبه 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 رهيبه. بعض الوقت قاعد يكون جالس جنبك بعد الظلمه ما تشوفه، بعدين فجاه تلقى فلاش عليه تلقاه جنبك. شيء ما ماني قادر ماني عارف ايش اقول صراحه. وش رايك؟ والله كريم انا اول واحد امشي قدامك كلهم والله انه كذاب. اصل الشباب انه خايف. عندنا باسون
فاصوليا فاصوليا اكيد ما خاف ها ما خاف ابدا ما خاف فاصوليا رجع مسكني برجلي هو يسليه اما مسكك والله مسكني من تحكه وما قالوا ما يمسك ما قاعد يمسك طب مين خاف من السكيورتي ها مين خاف من السكيورتي انا ماشي اقسم بالله ولا كان شيء ماشي كذا طالع في الشوب بس Come on in. And just like that, magically, they're right here. Here they are. We got a princess and an ogre. This is my best friend. His name is Shrek. Right, and this is my other best friend. Her name is Fiona. تونا خلصنا من الفيلم حق شريك حق اطفال ايوه دخلنا على 4D الاشياء اللي تختلف في 4D انه يرشون عليك مويه وقت لما يكون في مطر عند رجوله اي في عناكب يرمون بعدين يبخون مو يبخون ينفخون هواء عند رجولك فتحس انك انت العناكب تجي توقيتها ممتاز وايضا تتذكر اللقطه ذيك لما يحطون من الجسر والقمر بعدين تجي إضاءة فوق كذا بمسرح كأنه يوريك إنه القمر فعليا مر من فوق فيها لمسات إيه فيها لمسات حلوة يعني حقة أطفالك إيه وأيضا اللي ما جرب الفور دي ممتاز إيه كانت تجربة الفور دي ممتاز بس لكن كانت عادية ما هي كانت مع التذكرة كلها بالكامل مع الباكج بكبره فيعتبر عادي كيف الكاميرا الفيلم بسرعة بسرعة كيف كان من 10 حلو 0 من 10 محمد كم من 10 الفيلم المشكلة شفته ثلاثة من عشرة كم من عشرة كم عشرة حلو فاصوليا كم من عشرة فيلم بسرعة والله صراحة خمسة من عشرة من عشرة كم من عشرة سبعة من عشرة ستة من عشرة من عشرة من عشرة من عشرة كم فيلم من عشرة أربعة من عشرة أربعة جيب كم من عشرة أربعة أوكي زي You can help us do this. Okay. So I'll start on the east, you start on the south, we'll meet in the middle. God, justice, and the American way, and the Mario way, and the Superman, Kryptonian way. Belly up. Belly up. Okay. Mop. Did you? Hey. Yeah, yeah. Video. Say any more words. These are my daughters. Say hello briefly. Hello out there. Stop reading from the television. Anyway, let's begin. We're going to start with a written exam. The test should say no. ايش الوضع هنا احمد ايش فيه هنا ايش فيه 3D بس برضه 3D مره ثانيه اوكي نظارتك حلوه حبيبي ابي نظارتك شوف شكلي اوه والله مره جيد كنا جوا فهذه اتوقع انها سيكس نجلس عليها بعدين تتحرك ويرونا فيلم بسيط هنا فما ادري هل حتكون حلوه ام لا انت هناك الضايف انا جنب دبي يم دبي فاصوليا كمان اوكي مين ركبه قبل كذا؟ احد ركبه قبل كذا؟ احمد ركبته؟ هذه اول مره؟ اول مره اي اوكي غريبه بنانا 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 اوكي طيب تونا انتهينا من الفيلم حق مينيونز ديسبيكابل مي ايوه ديسبيكابل مي حلو تعجبني اوكي ممتاز المهم كان افضل من شريك مليون مره نفس الطريقه انه حط الكرسي وهزه بس هزه كانت تضحك مره تضحك والهزه اللي بالكراسي غير يعني نزل كذا كانك قطار الموت كان مره رهيبه قصه حلوه كانت ما هي قصه يعني كانت تضحك 9 من 10 اوكي 9 من 10 منظر جدا 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 اكثر من رائع مره رهيب مره رهيب تسبكل مين طيب رايك باخذ واحد حق المينيونز ايش دخلنا كيف جيد ها مشكله والله رور كوستر خرافي رهيب رهيب مره كم من 10 احسن من شريك صح والله احلى من كل اللي قبل افضل ممكن موازي سيمسونز برضه سيمسونز كانت ممتازه على اساس ان تخيل متى صنعوها
نعم تخيل متى تصنعوها؟ 1990 ولا 94 برضه يعتبر مره قديم مره يا شيخ بس شيء ممتاز ها شيء ممتاز شيء ممتاز والله ولا كيف ايش اللي عجبك عندي اكثر شيء اكثر شيء هاري بوتر هاري بوتر ممتاز اكثر شيء شكلوني كانت افضل من شير صحيح صح اتفق معك اعطينا رايك اخ عمران ايش رايك انت كم تعطيه من 10 انا اعطيه رايي قبل يعني خلاص سبقتنا يعني طب الحين شوف مطعم هذا مطعم بس يخشونه فيبي طيب زبطنا فيبي بس 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 يعني انت برا في بي فلوس كثير عنده مشكله محمد الحين احنا دخلنا مطعم ايش وقت الغداء وقت الغداء ما يصورون وقت الغداء كلنا جوعانين حالتنا حاله اقصد الفطور صايمين الحين غدا صايله ما يخشون الفي بي اشوف دقيقه استنى اتاكد عندك فلوس عندي فلوس عندك فلوس تونايت اي Let's go in the sun. Oh, no. Don't be mean to me, huh? I'm very old. الحين ركبنا الباص حق التور بيسوي فيها الفرق فين؟ وين ايش بيبيع؟ طبعا هذا الاستوديو بيصور فيه افلام مشهوره في امريكا The winners are coming in to watch the Elder Lady event.